الحجر الصحي تيخلي واحد في الدار. ما معنى في الدار؟ يعني انه ما كيخرجش للشمس والحركه قليله. دونك هاد ما كيخرجش للشمس والحركه قليله شنو كتسبب لنا بالنسبه من مضاعفات بالنسبه للمفاصل وبالنسبه للعضلات؟ اولا ما كنخرجوش للشمس، وهذا كنا هضرنا عليه من قبل على المونك اون فيتامين دي. علاش غنرجع لهذا الموضوع؟ حيت من مارس لدابا خرجوا ابحاث كثيره في الصين وفي ايطالي اللي بينوا انه الناس اللي عندهم نقص في الفيتامين دي معرضين اكثر انهم يديروا كورونا فيروس، ومتعرضين اكثر انهم يديروا لي فورم الصعاب ديال كورونا فيروس ويمشيو للريانيماسيون، يعني الانعاش. اي دونك هاد الابحاث اللي خرجت بينت على ضروره اخذ الكميه ديالنا ديال لا فيتامين دي اللي خاصنا باش نحافظوا على المناعه ديالنا. بالنسبه لقله الحركه، قله الحركه فاش كتسبب؟ كتسبب اولا بالنسبه للمفاصل سي سكون ابي لا ريدور، يعني حنا كنقولوا لها كيتشكرفوا المفاصل ديالنا، والعضلات كيرشاو. علاش كيرشاو العضلات؟ ناخذوا مثلا مثال ديال واحد تهرس في الساق ديالو، تهرسات له رجليه، دار القبص، القبص حيدو من بعد شهر. من بعد شهر ملي كنحيدو القبص كنشوفو ان ديك الساق اللي ما تحركاتش لمده شهر ضعافت والعضله ديالها رقاقت بالنسبه للعضله الاخرى. هذا منين كيجي؟ من قله الحركه. يعني انه الا ما تحركناش وما تحركناش عي العضله ديالنا كتصغر كترهاف كترجع ناقصه، وكيتسبب لنا هذا الشيء في ان حنا كنبداو نطيحوا. وهذا مشكل كبير سورتو بالنسبه للناس، الناس الكبار فوق واحد السن اللي اولا عندنا هشاشه العظام، ثانيا ما عندناش لا فيتامين تي، ثالثا لو موسكل العضله رشات ما بقاتش قابطانه. دوك كيكون بنادم غير ماشي وكيمكن له يطيح، الا طاح مع هاد الامراض كلها كيمكن له يتهرس. كيفاش قلت ديك المره؟ الا كنا اكثر قل من 6 شهور ما عمرنا ما خدينا لا فيتامين، اكثر من 6 شهور ما خديناش لا فيتامين دي، غناخذوا ديك ثلاثه القريعات ديال لا فيتامين دي ديال الزيت اللي كيتباعوا في لا فارماسي ثلاثه المرات، مره كل 15 يوم. الا كنا ديجا واخدين لا فيتامين دي باش نحافظوا على ديك لا فيتامين دي اللي عندنا، كيمكننا نتعرضوا لاشعه الشمس في السطح، في الجرده، في البالكون، بواحد حيت الشمس كتدخل من الجلد، يعني بواحد لابارتي ديال الجسم ديالنا عريانه، يعني اليدين او الرجلين، باش تدخلنا هذيك اشعه الشمس. هذا بالنسبه لا فيتامين دي. ماشي لازم الواحد يدير حركات، اللي هو لازم يمشي لا سال دو سبور ولا يخرج على برا باش يديرها. كاين حركات كثار والانترنيت عامر بالتمارين اللي يمكننا نديرو. انا كنهضر دابا سورتو الناس اللي كبار اللي فوق واحد السن معينه، اما الصغار دو توت مانيير راه في الانترنيت كيمكن لك دير اللي بغيتي. بالنسبه لهذوك الناس الحركات خصهم يكونوا موزونه، لان كل حركه كتكون على حسب واحد السن، يعني ما خصناش نعاود ثاني نديرو حركات اكثر من الجهد ديالنا. وهنا واحد المبادره كنشكر عليها السي بن خزي مبارك اللي هو رئيس الممرضين في مستشفى العياشي بسالة، اللي دار لنا جوج كبسولات، وحده للناس الكبار اللي كيمكن اللي مازال كيمكن لهم يتحركوا، كيفاش يديروا باش يطلقوا المفاصل ديالهم يبقاو مزيانين. واحد 4 دقائق ديال الحركات اللي يمكن لها يديرها الواحد في الصباح منين يفيق او في الليل. وواحد الكبسوله الثانيه بالنسبه للناس اللي ما بقاوش قادين على الحركه، يعني ما كيتحركوش. هذوك الناس واخا جالسين في الشليه كيمكن لهم يديروا نفس الحركات. دونك كنتمنى انكم تستافدوا من هذه الحركات هذه، وشكرا.
Thank you.